وصل جثمان اللواء الركن عبد الله طرموم إلى مطار سيئون الدولي قادما من جمهورية مصر العربية التي وافته المنية فيها إثر مرض عضال بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. وكان في استقبال الجثمان قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس وممثل وزارة الداخلية وأقارب الفقيد ومحبيه. ويعد الفقيد من القيادات الوطنية التي عرفت بل عرفت بانتمائها لليمن الكبير والدفاع عنه والمنتصرة للاستحقاق الكبير المتمثل في وحدة اليمن في فترتي قبل وما بعد إعادة تحقيقها عام 1990. وأشار قائد المنطقة العسكرية الأولى لواء الركن صالح طيمس إلى أن الفقيد طرموم يحظى بسجل قيادي ناصع وبتفانيه وإخلاصه الشديدين لوطنه وشعبه وتجرده من كل المصالح الذاتية في مختلف المناصب التي شغلها ليقدم نموذجا من النزاهة ونظافة اليد، مشيرا إلى دوره في الحفاظ على التماسك المجتمعي ووحدة الصف بين أبناء محافظة شبوة خلال سبعينيات القرن المنصرم وانعكاس ذلك على الاستقرار والسلم المجتمعي لكل أبناء المحافظة. الله يرحم والدي، وأشكر جميع القوى السياسية الذي شاركونا في أحزاننا وقاموا بواجبهم، وأشكر القيادة السياسية في سيئون الذي استقبلونا وعملوا الواجب معنا، وهذا يعني لابد أن من كرمهم من مواقفهم، ووالدي هو يستاهل هذا الشيء، أن له مواقف سابقة وقديمة وأننا نفتخر بها اليوم، أننا في السابق لم نمتدح لنفسنا، ولكن اليوم أننا نمتدح ما قام به والدنا في هذا المواقف السابقة، والله يرحمه ويسكنه الجنة. وشكرا لكم وشكرا للقائد منطقة طيمس على استقبالهن وحثاوتهم، والوكيل وزارة الداخلية محمد بن سالم بن عبود على استقبالهم والقيادة. الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، كل نفس ذاقة الموت. توفي الله رحمة الله الوالد عبد الله علي طرموم بعد عمر مديد في خدمة الوطن خدمة المواطنين، وكان مثال الرجل الصالح مثال الرجل النزيه، ونحمد الله على كل حال. نشكر كل من قام عنا نفسه بالاستقبال، ونشكر قيادة في هذه المنطقة، ونشكر قيادة مطار سيئون، والحمد لله على كل حال أولا وأخيرا. باسم وزارة الداخلية وعلى رأسها معالي الركن اللواء إبراهيم حيدان وزير الداخلية، وسعادة اللواء الركن محمد سالم بن عبود وكيل أول وزارة الداخلية، وجميع الوكلاء والصف والضباط، بوفاة المغفور له بإذن الله مستشار الوزير اللواء الركن عبد الله علي طرموم. عبد الله علي طرموم شخصية وهامة وطنية كبيرة، له أدوار كبيرة وبارزة في خدمة الوطن، وبهذا نعزي كل أهله ومحبيه، ونسأل الله له المغفرة والرحمة. عزائنا في فقيدنا الشيخ الحاج عبد الله علي طرموم مستشار وزير الداخلية، الذي يعني يعتبر خسارة كبيرة لنا نحن جميعا آل طرموم كافة في محافظات الجمهورية اليمنية، وخسارة على الوطن. فهو هامة يعني معروفة في مدى حياته التي عاشها، التي من خلالها يتجسد فيها الصلح القبلي الذي كان يعني يتمتع به، وقابليته في حل المشاكل القبلية والمجتمعية بشكل عام.